بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. عايز أقرأ وياكم جزء صغير من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بيقول فيها، ودي رسالة لكل الناس، الشيخ اللي هو يوحنا إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب في كل شيء، أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جداً إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك. كما أنك تسلك بالحق، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. لكن قبل ما ابتدي تأمل هذه الليلة، إحنا من يومين كده ودعنا مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران طولون ومارسيليا في جنوب فرنسا، أحد أباء المجمع المقدس. والأنبا أثناسيوس ربنا عطاله عمر مبارك وخدم أكتر من 50 سنة خدمة مباركة. بعد انضمامه للكنيسة القبطية كان مساعداً للمتنيح المطران الأنبا مرقس في فرنسا أيضاً، ثم مساعداً كخوري إبسكوبوس، ثم أسقف عام، وأخيراً صار مطراناً لهذه الإبرشية. إبرشية مارسيليا وطولون بترعى الفرنسيين الأقباط، فهي إبرشية خاصة بالفرنسيين الذين تعرفوا على الكنيسة القبطية وصاروا في طقسها وفي عقيدتها. وطبعا هي إبرشية خاصة فيها عدد من الأباء الكهنة الفرنسيين، وفيها كاهن قبطي موجود، وفيها خدمة حلوة، خدمة مثمرة. وهو الحقيقة أنبا أثناسيوس بشهادة كل الآباء كان إنساناً هادئاً وديعاً محباً للسلام، يخدم في صمت ويحمل عمل كبير وتقديم الكنيسة على مدى 50 سنة اللي فات. بنذكره بالخير وبنودعه على رجاء القيامة، وفي نفس الوقت بننتظر حضور الجثمان غالبا الأسبوع القادم، وهيبقى فيه الجناز غالبا زي النهاردة إذا أراد ربنا وعشنا. كنت ابتديت من كذا أسبوع نتأمل في الصلوات القصيرة اللي موجودة في قداس الغريغوري، وبنستعرها ونصلي بيها في بقية القداسات. والصلوات هي جزء منها عام وجزء خاص، والجزء الخاص وضعه أباء الكنيسة بمنتهى الحكمة، وخلوا لكل قطاع من قطاعات الشعب صفة معينة وكأنها هدف للحياة. فمثلا الإكليروس يقول كده: أعطي بهاء للإكليروس، بهاء يعني النقاوة. للرهبان نسكن للرهبان والراهبات، فيبقى قطاع كله
محدد في هدف وفضيلة معينة يعيشوا من أجله. طهارة للبتوليين، وقلنا البتوليين اللي هم الشباب والشابات قبل سن الزواج. حياة صالحة للمتزوجين، الحياة الصالحة والتي تمتلئ بالسلام والحب. وبعدين رحمة للتائبين، التائب ده ما بيطلبش غير الرحمة. صلاحا للأغنياء، الإنسان الغني إزاي حياته تبقى حياة صالحة فيها الصلاح. وداعا للفضلاء، فضلاء جمع الإنسان الفاضل اللي عايش بالفضيلة، وإزاي الفضيلة دي يحياها في وداعة. معونة للمساكين، وقلنا المساكين دول أنواع، مش بس مساكين فقراء، مساكين أمام الله، مساكين بالروح، دول المتضعين. وفي مساكين من الاحتياج فقر، وفي مساكين ناس ما تعرفش ربنا خالص فبنقول عليهم دول مساكين لأنهم لا يعرفون الله. النهاردة حظنا الحلو في طلبة بنصليها في هذه الطلبات ونقول نجاحا للطلبة. زي ما أنتم عارفين أيها الأحباء إن في كلمات في اللغة كلمات كلنا نحبها، يعني كلمة نصر دي كلمة كلنا نحبها، كلمة جديد كلنا نحبها. من الكلمات اللي بنحبها كلنا بدون استثناء كلمة نجاح. فلان ناجح، فلانة ناجحة، إن كان في دراسة، إن كان في مشروع، إن كان في زواج، إن كان في سفر، إن كان في علم، الكلمة حلوة وكلنا بنحب الكلمة دهية ومفهومها واسع. وزي ما قريت في الجزء بتاع رسالة يوحنا الرسول الرسالة الثالثة يقول كده: أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا. صحيحا هنا جاي من الصحة، يعني الصحة النفسية والروحية والجسدية كويسة. كما أن نفسك ناجحة. وهنا ندخل لمفهوم النجاح بصورة عامة أو بمعنى واسع. كلمة النجاح كلمة تطلق على كل مراحل الحياة. صحنا بنصلي بنقول نجاحا للطلبة باعتبار ده أول الطريق اللي بندوق فيه حلاوة النجاح. كنت في تانية بقيت في تالتة، كنت في تالتة بقيت في رابعة، فده اللي بنبتدي ندوق فيه حلاوة النجاح. ويمكن أفكركم باعتبارنا في مقر من مقر الأباء البطاركة القديسين اللي عاشوا هنا، أفكركم بالبابا ديمتريوس الاثناشر. ده كان رجل فلاح وكان أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وأختير بعلامة ظهور عنقود العنب. ولما أختير بهذه الصورة وصار البطريرك وعاش حياة مقدسة جدا جدا، بدأ يعلم نفسه وبقى يتعلم على أيادي معلمين كتير، حتى إنه وصل إلى أنه وضع حساب اسمه حساب الأبقتي. وحساب الأبقتي ده اللي بنحسب بيه تواريخ الأعياد حسب السنة القبطية، هو اللي اخترعه، هو اللي وضعه، وضع أساسياته، وده يعتبر بمثابة أنه علم ناجح. ناجح. وطبعا كلمة ناجح أو نجاح عكسها يتعب ودنا، ربنا يحفظكم جميعا، عكسها كلمة فاشل، كلمة وحشة، أو فشل، يعني واحد في دراسة فشل أو في مشروع فشل إلى آخره. عشان كده بولس الرسول بيقول لتيموثاوس رسالة جميلة قوي، يقول له الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وأرجوكم تاخدوا بالكم من دي، الله لم يعطنا روح الفشل. الفشل بيجيبه الإنسان لنفسه،
بإهماله باستهتاره بأي حاجة. لكن هنا الله لم يعطينا روح الفشل. طب ربنا عطتنا إيه؟ قال عطتكم روح القوة والمحبة والنصح. النصح هنا اللي هو الإنسان يبقى ناصح، الإنسان يبقى واخد باله، وحتى لو فشل في طريقه لأي سبب، زي ما بنتعلم في سفر ميخا: إن لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. ويقولوا كده: العظيم يبني النجاح من النجاح، والأعظم يبني النجاح من الفشل. يعني إيه؟ يعني واحد كان في سنة رابعة وتشطر بقى في سنة خمسة، ده عظيم. لكن واحد كان وقع لأي سبب دون النظر إيه السبب، وقدر من فشله يعمل نجاح، فده بنسميه الأعظم. والحقيقة لو جيت أتكلم على النجاح علشان يعني تبقى كلامنا محدد شوية، أولاً النجاح في صفاته هو أساس الحياة. الله لم يعطينا روح الفشل. ودايماً نقول كده على المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. وبعدين نقول إنه ده مثال للرجل الناجح، وهنا الرجل مش الرجل والست، هنا طوبى للرجل يعني طوبى للإنسان. يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حين، ورقها وكل ما يصنع. فالنجاح هو أساس الحياة. اوعى تسيب نفسك لعدو الخير ويجي يقول لك انت مش نافع، انت مش هتوصل، انت مش هتقدر، مفيش الكلام ده. النجاح هو أساس الحياة. والآية جميلة قوي: كل ما يصنع ينجح، ما دام شجرة مغروسة. الحاجة التانية إن النجاح كمان شامل لحياة الإنسان، مش في الدراسة بس، ده النجاح ده صفة في حياتك الروحية وفي حياتك الجسدية وفي حياتك الاجتماعية وفي حياتك الأسرية وفي حياتك الدراسية وفي حياتك العملية في أي مشروع بتعمله. النجاح، والنجاح هنا يمكن أكتر مثل بنحطه قدامنا مثل القديس يوسف الصديق. يوسف الصديق لما عاش وعاش حياته، ومهما صنع كان الرب ينجحه. وهنعرف بعد شوية إيه سبب نجاح يوسف الصديق. فهنا النجاح شامل لحياة الإنسان، مش في حتة الدراسة بس ولا حتة الأسرة ولا العمل. إنسان ناجح في حياته. كمان ربنا بيخلي النجاح نوع من المعونة للإنسان المحتاج. تسمعوا كلكم عن نحمية، ونحمية كان في الأسر وبعيد عن وطنه، وجات له أخبار سيئة. إيه الأخبار اللي جات لك يا نحمية؟ قال: بلدي أورشليم أسوارها مهدومة وأبوابها محروقة بالنار. طب أنت يا نحمية بتشتغل إيه؟ قال: ده أنا في الأسر وبعيد عن بلدي، وبشتغل ساقي للملك، ياخد الصينية يقدم عليها المشروبات للملك. ففي يوم سمع الأخبار وهو داخل يقدم الصينية، فوشه كان متضايق، فالملك سأله: مالك مكمد الوجه ليه؟ فقبل ما ينطق ويجاوب يقول: صليت في قلبي. وقال للملك الأخبار المزعجة اللي عنده دهيت، وابتدى الملك يساعده أنه يرجع علشان يبني أسوار بلده مدينته وأبوابها يعيدها إلى حالتها. فقال الآية اللي كلكم بتحبوها: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. فهنا الله بيعطي النجاح كنوع من المعونة للإنسان المحتاج. ورحنا حامية
ولما جه يبتدي يبني السور ابتدوا يقفوله الناس اللي بيعكسوه، وابتدوا يثبطوا الهمم بتاعته ويكسروا المقاديف. لكن حمية خد الوعد، إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. فابتدى يتفق ويا أهل مدينته كل واحد يبني الحتة اللي قدامه في السور. اشتغلوا كلهم، بنوا السور كله في 52 يوم، وبقت رجعت المدينة إلى حالتها. فالنجاح هنا عبارة عن معونة يعطيها الله للإنسان ويساعده في حياته. والحكاية دي متكررة كتير، إن ربنا بيدينا النجاح كمعونة للإنسان، كنعمة خاصة للإنسان. داود النبي كان كده، دانيال النبي كان كده، بولس الرسول، حتى بولس الرسول قال العبارة برضو اللي كل الطلبة بيقولوها وقت الامتحانات، يقولوا كده: أستطيع. تبقى المواد صعبة اللي بيذاكرها ورايح الامتحانات ويقول إيه؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، أو أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني، يعطيني. فرق كبير إن الواحد يدخل الامتحان، أي امتحان، وعنده إحساس الفشل، وفرق كبير إن الواحد يدخل وهو عنده إحساس النجاح. أنت مش خايف؟ يقول لي: لا أنا مش خايف. بقول له: ليه؟ يقول لي: أصلا أنا تعبت وذاكرت وعملت اللي عليا، أقصى من كده مفيش، فأنا متأكد إن ربنا هيباركني في نتائجي وفي دراستي، وفعلا يكون له هذا النجاح. يبقى النجاح هو أساس الحياة، وهو شامل لحياة الإنسان، وهو معونة لمن يطلب، لكن كمان النجاح مجدد للطاقة. طبعا لما أنجح في سنة 5 واجتهد كده يمدى يشجعني على سنة 6، ولما خلص ابتدائي واروح إعدادي أتشجع أكتر وأكتر، وهكذا. فالنجاح يجدد طاقة الإنسان. وعايز أقرأ وياك الآية دهية في سفر الملوك الثاني صح 18: على الرب إله إسرائيل أتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. والتصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح. ما هو النجاح هو بيجدد طاقة الإنسان. وقد إيه لما نقول فلان نجح ومدرسته أو كليته أو كنيسته أو مجتمعه يكرمه، ويبقى ده حافز على نجاح أكثر. ده قيمة النجاح. طب مشوار النجاح بيبتدي إزاي؟ عايز قبل ما أكلمك فيه أقول لك على كلمة نجاح، 4 حروف: نون وجيم وألف وحاء. ال4 حروف دول هما مفاتيح النجاح. النون هي نظام. النجاح يحتاج نظام شديد، نظام في المذاكرة، نظام في الدراسة، نظام في الحياة، حتى نظام في الأكل، نظام في توزيع ساعات اليوم، نظام. لا يمكن أن يأتي النجاح في الفوضى. فنجاح تبتدي بالنون اللي هي نظام. الجيم حرف الثاني جهاد، تعب. مفيش نجاح بيجي كده، ده أي نجاح عايز تعب وعايز مجهود وعايز بذل وعايز سهر وعايز دموع وعايز جهد. أي نجاح في أي حاجة أحيان تسمعوا على الإمبراطوريات الكبيرة، زي مثلا الشركات الضخمة، شركات الأجهزة اللي بتصنعها،
الشركات الضخمة دي ابتدت بحاجة صغيرة وابتدت تكبر شوية بشوية. أنا فاكر مرة قريت عن اللي أسس شركة سوني للأجهزة الكهربائية، يقول ابتديت في مكان تحت بير السلم، ابتدى بحاجة صغيرة خالص، دلوقتي مصانع في كل الدنيا. حتى بتاع مايكروسوفت بيل جيتس يقول إنه ابتدى بداية صغيرة جدا بعدد بسيط جدا من الدولارات حسب عملة بلده، وابتدى يعمل الإمبراطورية الكبيرة بتاعة العمل أو الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة دهي. فنجاح نون نظام وجيم جهاد والألف إيمان. إيمان إن أنا واثق إن جهدي وتعبي مش هيضيع. اللي بيعمل مشروع صغير، يعني مثلا من الحاجات الغريبة اللي بنشوفها في بعض مجتمعاتنا بالذات في بعض القرى، تلاقي الشخص باع ذهب أمه وباع حتة من الأرض علشان إيه؟ يسافر في الهجرة غير الشرعية ويركب مركب وممكن يغرق وممكن يضيع وممكن عصابات تهربه. كل ده ليه يا ابني؟ ليه بتعمل كده؟ طب ما انت وياك فلوسة هي، ما تعمل مشروع هنا وحافظ على المشروع واكبر بالمشروع اللي انت عامله وانجح فيه. لازم الواحد يفكر صح، وخلي عنصر الإيمان حاضر وياك، لأن اجتهادك وإيمانك الله هيكمل لك مشروعك بنجاح شديد خالص. النون نظام والجيم جهاد والألف إيمان والحاء الأخيرة حاجة من اتنين، يا حب بحب الحاجة اللي بعملها أو بذاكرها، أو حصاد لكل المجهود اللي قدمته. دي مفاتيح النجاح. تعال أقول لك إزاي طريق النجاح يقدر يمشي ويانا. في قصص الاختراعات، قصة أديسون اللي اخترع المصباح الكهربي ده، بيقولوا له اخترعته إمتى؟ قال لهم اخترعته بعد 1000 تجربة فشل. 1000 تجربة فشل، يعني يجرب دي وما تنفعش ويجرب دي وما تنفعش ويجرب دي ما تنفعش لغاية 1000، وفي الآخر اخترع المصباح الكهربي اللي موجود في كل الدنيا. بعد ما اخترع المصباح الكهربي قدر يخترع أكثر من 1300 اختراع تانيين مسجلين باسم، اختراعات كتيرة في مجال الهندسة. النجاح. عشان كده لما نيجي ندور على طريق النجاح، هو صعب ولا سهل؟ لا، طريق النجاح طبعا صعب، طريق صعب، بس عايز إصرار، عايز اجتهاد، مش عايز إهمال، مش عايز تأجيل، مش عايز تواني، مش عايز واحد ياخد اللحظة الأخيرة ولا الأسبوع الأخير في السنة. ما ينفعش، ده واحد مستمر في الدراسة بتاعته. وطبعا القديسين في الكتاب المقدس كتير، من أول موسى وقدام فرعون، حتى ماري مرقس اللي احنا في كنيسته هنا. ماري مرقس لما جه مصر عن طريق الساحل الشمالي وصل اسكندرية، مشى مشوار كبير من ليبيا، وصل اسكندرية وتهرق الحذاء بتاعه. وتعالوا نسأله، ماري مرقس انت جاي وياك ايه؟ ايه امكانياتك؟ انا معيش غير الصليب بتاعي والعكاز اللي بسند عليه، بس ويا حاجة تانية، ويايا ايمان في قلبي والايمان باصرار. وصل ماري مرقس وهو ما عندوش خطة، ما عندوش كده هو هيعمل ايه ولا رايح لحد معين. وزي ما كلكم عارفين، لما تهرق الحذاء وراح يصلحه عند الإسكافي إنيانوس، وابتدى يصرخ الراجل ده إنيانوس لما الإبرة أو المخراز دخل في إيديه، يا الله الواحد، وابتدى القديس ماري مرقس يقول له
ويعرفه بالإيمان الواحد، ويكون أول إنسان ينال الإيمان بالمسيح على أرض مصر. ما تنسوش ماري مرقس ما كانش معاه غير صليبه وعكازه وإيمانه في قلبه، وهي إصرار. أنت هتنجح يا ماري مرقس؟ قال أنا هنجح. ولو جه النهاردة يشوف بقى النجاح بتاعه في الذين يؤمنون بالمسيح، في الكنائس، في الذين يحملون اسمه، في الأديرة إلى آخر. النجاح صعب، طريق النجاح ما هو السهل، لكن بالإصرار بيبقى جميل جدا. ومرة كنت بتكلم ويا مجموعة من الطلبة كده في سن إعدادي، فبقول لهم إيه أجمل كلمة في حياتنا إحنا كطلبة؟ فقالوا لي، قالوا كلمات كتير، فأنا قلت لهم أجمل كلمة هي المذاكرة. فبصوا لي كده، هو مش عاجبهم الإجابة، مذاكرة إيه؟ هو حد بيعجبه المذاكرة؟ قلت له طب بلاش المذاكرة، إيه رأيكم الكلمة اللي بعدها؟ الامتحانات. قالوا يا الامتحانات. قلت لهم خلاص بلاش الامتحانات، نجيب الكلمة التالتة، النجاح. قالوا آه دي أجمل كلمة، بس النجاح بيجي من إيه؟ من الامتحانات. والامتحانات بتيجي منين؟ من المذاكرة، شيء طبيعي. فصحيح النجاح أجمل حاجة، وساعة ما الواحد يسمع أنه ناجح كل تعب السنة بيتمسح، بس النجاح بيجي من الامتحانات، ملوش طريقة تانية. والامتحانات بتيجي من المذاكرة، ملهاش طريقة تانية. زي بالظبط عشان يكون عندي ثمرة لازم أزرع البذرة، ولازم أقعد جنبها لغاية ما تطلع الثمرة، الشجرة المغروسة التي تعطي ثمرها في حينه. طريق النجاح له خطوات. أول خطوة في النجاح، وأنا مش بتكلم على الدراسة بس، بتكلم بصفة عامة، أول خطوة هي أمانة الإنسان. الأمانة مفتاح النجاح، الأمانة مفتاح النجاح. أمانتك في كل حاجة، تعمل مشروع أنت أمين فيه، ابتديت تكون أسرة أنت أمين في هذه الأسرة، ابتديت تدخل دراسة معينة أنت أمين في الدراسة دي، دخلت خدمة معينة، كرست نفسك، كرست نفسك. الأمانة هي مفتاح نجاح الإنسان. خطوة تانية طاعة الوصية، الوصية الروحية. هنا القديس يوحنا يقول له أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أنا نفسك ناجحة. ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. والحق هنا دلالة على الوصية، ماشي صح. في مثل كده يمكن تعرفوه، يقول لك بيت الغشاش ما يعلاش، بيت الغشاش ما يعلاش، عمره ما يعلى، ده غشاش، هيعلى ازاي؟ فهنا داود النبي وهو في نهاية حياته بيوصي ابنه سليمان وبيقول له احفظ شعائر الرب إلهك، استسير في طرقه وتحفظ فرائده ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى، لتفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت. داود النبي العظيم بيوصي ابنه سليمان اللي هيبقى الملك بعديه، يقول له كده احفظ الفرائض واحفظ الوصايا وأحكام الرب علشان تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجه. فيبقى الخطوة التانية طاعة الوصية، الواحد مش ماشي بمزاجه، ماشي بحسب وصايا الله. نمرة اتنين. نمرة تلاتة، لما يعيش الحياة والوصية وهو ماشي يحس إن كده ربنا هو الرفيق بتاعه،
أنا مش لوحدي في الطريق، أنا وياي المسيح. ويقول لنا كده في سفر يشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يمكن حكيت قصة كده من أسبوعين ثلاثة، كانت البنت الصغيرة واقفة قدام جدتها، جدتها بتعمل طبخة في المطبخ، طبخة وتجيب ده وتحط ده عليه وتقلب وتعمل. فالبنت الصغيرة بتسأل الجدة، بتقول لها: هي الطبخة دي تحتاج قد إيه؟ تقصد الوقت يعني. فرحت الجدة إلى لها: دي تحتاج 1000 كيري ليسون. واخدين بالكم؟ تحتاج 1000 كيري ليسون، يعني تحتاج وانت بتعمليها تقولي كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون. زي من تقاليد الأديرة بتاعتنا إن إحنا لما نروح الدير ونأكل شوية الفول اللي بيقدموه، ولا نشرب حاجة بيقدموها ليه طعمها حلو، ونسأل ليه طعمها حلو، يقول لك أصلها معمولة بالصلاة، معمولة بالصلاة. طب ما هو الفول هو الفول، فيش حاجة تانية، والعيش هو العيش، لكن معمولة بالصلاة. فالصلوات والحياة الروحية تحلي الطريق وتخليك تفلح في هذا الطريق. الحاجة التانية أو الخطوة اللي بعد كده، إن وإنت ماشي في طريق النجاح، الدنيا مش مفروشة حرير يعني، هيقابلك صعاب، بس لازم يكون قلبك قوي. شو اسمع داود النبي يقول إيه؟ إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. ده في مزمور 27. المزمور ده بنسميه مزمور ضد الخوف، اللي هو أوله: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. طريق النجاح مش سهل، في صعوبات، لكن خلي قلبك قوي وعندك إصرار وعندك رجاء بالنجاح. طالما بتعمل اللي عليك هتلاقي الله يقف وياك وتكمل أمورك كلها بسلام. لكن عايز أقول لك كمان إن طريق النجاح ملوش نهاية، يعني فيش واحد يقول أنا نجحت وخلاص، لا، ده طريق النجاح ده الآخر يوم في حياة الإنسان، ولازم الواحد يكون ماشي فيه. تسمعوا كلكم عن عالم من علماء العالم، أينشتاين اسمه معروف في العالم. أينشتاين واحد من أعظم علماء الفيزياء، واجه صعوبات كبيرة جدا في حياته، وحتى ما قدرش يلاقي وظيفة يشتغل فيها، وظيفة أكاديمية يعني. لكن بعد كده استمر في أبحاثه ونظرياته، وكانت النتيجة إنه وضع نظرية النسبية اللي بيشتغلوا بيها لغاية النهاردة، اللي هي أساس علوم الفضاء والطيران. ولما وصل نظرية النسبية فاز بجائزة نوبل. اوعى تفتكر ان حياته كانت ماشية حلوة، لا، في صعوبات وصلت ان كان مش لاقي وظيفة، لكن استمر وجاهد وتشطر وأصر لغاية ما اكتشف النظرية ده هي وخد عليها الجائزة دي، وكان نموذج للتفاني والإصرار. طبعا الصعوبات اللي بتواجه الإنسان صعوبات كتيرة، لكن يعني تعالوا كده نفتكر ويانا القديس ديديموس الضرير، وضع في أبجديات اللغة، كان ضرير. وفي مجتمعنا المصري الدكتور طه حسين، الدكتور طه حسين وصل إلى أنه يصير وزير المعارف، يعني وزير التربية والتعليم، وهو ضرير. وكتاباته ومقالاته وأحاديثه لغاية النهاردة مصر معتمد عليها وبتدرس في كليات كتير، كان ضرير. والتاريخ فيه حاجات كتيرة خالص، فيه صعاب، فيه مشكلات بتواجه الإنسان، لكن فيه إصرار، إصرار. عايز أقول لك أن الخطوة الأخيرة للنجاح هي عملية التشجيع، وعشان كده أنا بستغل الفرصة دهيت
وبقول لكل أب وأم، علم نفسك إزاي تشجع ولادكم، حتى لو كان مستواه مش قوي، حتى لو جه في امتحان كده وما جابش الحاجة المطلوبة، شجع، ما تكسرش المقاديف. التشجيع هيطلع الطاقة اللي عند الولد أو عند البنت. التشجيع يعني مثلا الولد أو الطفل لو جاب 6 من 10، أبوه أمه يقولوا ده ما انتش نافع وانت مش عارف إيه، وتطلع من المدرسة ويكسروا مقاديفه. أب تاني أو أم تانية تقول له هي النتيجة دي مش حلوة، لكن أنا واثق إنك المرة الجاية هتجيب نتيجة أحسن، ما أنت قبل كده جبت نتائج حلوة. عملية التشجيع يا إخوة ويا أخوات في تربية ولادنا غاية في الأهمية. دايماً إحنا بصفة عامة في مجتمعنا المصري عنصر التشجيع ده ضعيف. شجع، شجع ابنك الصغير مهما عمل حاجة صغيرة ويكبر فيها، وشجعي بنتك، والتشجيع ده هو يأتي بيهم بصورة حلوة. كلنا نفتكر قصة الطفل الصغير اللي كان بيلعب وشافه البابا البطريرك البابا ألكسندروس رقم 19، وشاف طفل بيلعب على شط البحر بيلعب لعبة اسمها لعبة المعمودية، وعمال يلعب ويا أطفال زيه، قال بس الواد ده يجي منه. جاب الواد ده وخلاه وياه، اهتم بيه، شجعه كتير، صار فيما بعد القديس أثناسيوس البابا رقم 20 بالتشجيع. الخلاصة أن النجاح هو لكل إنسان، ولما بنصلي بنقول نجاحا للطلبة بنحط قدامنا الطلبة واللي بيدرسوا، لكن نجاحا لكل من يطلب النجاح. والنجاح الكلمة الحلوة ده هي لا تأتي من فراغ، تأتي من جهد ومن تعب. والجزء اللي قريته ده يقول كده: أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه. طول ما أنت ماشي في طريق الأمانة هيبقى نجاحا للطلبة. ولما بنصلي من أجل ولادنا وبناتنا اللي في الدراسة وفي الامتحانات وفي سنوات سواء في الدراسة العادية أو في الجامعة، بنصلي من أجل نجاحهم، لكن النجاح ما يجيش غير بمجهودهم وبتعب. كل مرة وانتوا طيبين ودايما ناجحين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبدين. أبينا الليلويا دكسام أتريكي وكياجي يبنيب مادي كيني كياجيكي سوسيا دستاني وانمامي تنوشي بونين بوين مجيوبين شوي سيزوز بخريستوز اسموني سيتين ميسي ماري بكنان انتكيريني وانسفن بكلا سوتي مونو وانين آنا كيشي تخيري سمو سيستيمتو ويبن تيمت شي سيدك تمثي اللوي انتي يكوبين وغنان تيمتو صالة بكاتي تصو بن دي دافيد تي صوفية تي صولومون ابن مامرك ليتون بي دافيد جيني أبو صولومون شوي سفي عريب والخنف طاوي رطفن بنيوت الطايوت نار شيرم سبابا بطا ودروس من بنيوت الليبس ودروس نم بنيوت المتروبوليتين صابدا نيا نم بنيوت نيبس كوموس عبرافا نم بنيوت نيبس كوموس نيت كيني إيد بيف تقرو إجنو إسرو انت في سبيو انو غاجي تيرو صابي سيت انو اتشالف جين كوليم طبير ارسو سيريا كنت فكان انو غيناني فرق انو ايريني كتابك نشتين كيري ايلي صون كيري ايلي صون كيري ايفلوغي صون امين اسمو ايرو اسمو ايرو تيمي تانيا كوني ايرو القويم بي اسمو يترافى الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك، ارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة 24 قسيس وأربعة عينين غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم
وكل الطغمات السماية وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالح منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي. أمين سشوري. أيها المسيح لهنا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم.